وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجرك والبقية بحياتك. ما عابش عظم الله أجرك، ما عاب الله الله يسرك ويسعدك. أو مسرح نسيكي. ها الشيت ولا عند المبروك، قل له قال مصلح الشي بدل الفاقد. مو بدل الفاقد؟ أنت ولا قل له هكذا بس وش يفهمه. تمام أنا شو اللي قل له؟ يلا أصلحك. وش انت اللي بزيت علينا الصحن حقدش من الحوش؟ ها؟ مو؟ واحد جاء جنب البيت شل الصحن علينا حقدش، مش انت اللي بزيته؟ ها لا والله ما شو اللي بلستيت عينا، وبعدين حاجة حق الناس انا ما شو ليش، هذه ما تعتبرش طليبة الله، ما تعتبر الا سرق. ما شو معك؟ لا والله انا عينا انا ما شو ليش. خلاص الله يفتح عليك. زعما قال ممنوع شرائه يعمل بدل الفاقد. ولا قول له يخاف الله ويعز ذمته، غسل وغسالة ضمانته 5 سنين، وهذه ما قالش حتى سنة ونص من يوم تزوجكي. خلاص تمام أنا شو اللي هدره. ومصلح. ها هي مو خلاك. زعما قال الضمانة لا تشمل سوء الاستخدام. كم قانا فاقد للقرية وفاقد لأبي وفاقد لمشاته ما حقه، حتى شلوني جنة سوك الجوال ببيت، ولا ظنوا ان نتصل له واطمن على وعينه. لا قال المثال وصدق، الغنم عاثره ما يلحق الا مرجان. لا الله بسم الله. غريم ساق ابو كريم. عادوا سلام الليلة. والله انه والع شاز غطوه وطفيوه قبل ما صاحبه يتصل. في الحين كيف انت يا مصلح؟ بو معك بيس ولا لا؟ بو معي 700,000 بس ما تكفيش. الا تكفي بالزياده، قول 400 ذبيحه و 300 ولا 400 مصاريف. ما له مشيش عراس، الشيره وحي سكته بسكته. يا مصلح انا لا اقصد لك الثلاثه والعزام، مش عراس. انسح على وجهكم، بدل ما تسبروا وتدولوا وتعنوني وتفرقوا وتزوجوني، الا عندكم شو تاكلون؟ عندكم ناويين شو تاكلون؟ عاد زيد ادي لكم انا. على قدم فضايح غزوات. بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلعوا ال جعفر طعام، ما قالوا له اكلوا عند ال جعفر. زودوا عينه معهم ولوا اكلوهم. هذا بعد تستحوش هذا اخذكم يد الله وسيله، من ما مات اكلنا بعده، من ما تزوج اكلنا بعده. نحن زواجك يا زواجك نقول الفرح، لكن ادني قامات وعليك زيد سبر لك ودي لك عاب. يا رجال خلاص ما عانشتيش حقك، انت ما تيتكلش، يما معك موت ولا معك عرس، ما تيتكلش ما تيتكلش.
واد ما يحفظك بالله طبيعه ما قالوا يلا نولي نتغدى عنده ما هذا قال يلا نولي عنده هالرجل رحب بعض الناس خسر حق علاج مره واللي قال زحب المثل ويبكي وحاله ترحم الله عدو جديه يهملوا الناس يفلت الحزن ويرجع يفكر بالاحياء رجال حرام انك جلده ولا لا تك ب 50,000 لحمه وكذا وقال لا ذا مش يبقي بك ما انتش معدين انه مجدي حق مجدي اللي يقول لك الاجر ما اجر ودكو بيدك رجع خلاص ما لقى مثل ايه بيرجع عنده بعد الناس قهوه ذا ضبل حايه ولا ما ايه ما معوش من هذا الشيء كله هاي على من هذا زعل اللي انا دير حقك كلك وجيت بنجك وشغلك وعلاش يزعل منك يا عمده ويا مبروك صباح الخير يا صباح النور انه دلحين ايش تعملوا عزاله بنت هذه اللي ماتت كواش يعمل مصلحه الدنيا ما هو قال لك لاش يعمل موت ولا حاجة بومع إلا 700,000 شيزيد ده كذا يوفي والزوج حرام إنه شفعل وهو براد أبو سبعة ما تا عنده ومش عندي أنا وماش يدورون إلا لقابه خسارة هي جا بعد أنا شاقول لك قول لك أخابركو مش راضي أنا شاقول لك حرام إنك تعمل عزاء صميل ولا رضا ولا أنت معك 700,000 أنا ما معيش ولا ريال أنا لا معي 700,000 أشو لعلي مرقي تخدمني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا آل جعفر طعام ما قالش قولوا لأهل جعفر اسمعوا لنا طعام استعر على نفسك هذا وانت عاقل بدل ما تنهى ودي قصوري على الناس جايشي مني بالصميل ما بالصميل مش علي شتحكم علي أقول لك بو معي معارف بو معي ناس كبار انت داين ننفروني شقيهم وقال نسيك إننا العمدة ناهب هذا ما معك معازم ناسا كبار وشت بيض وجهك انا شدي لك 700 افعل ذل هذا وزوجني على بنت الصغيره لا الله احنا ما ابوش علينا شيء ان انا ما انا جهبت جلس ناقل هلا عندك تقبران على واحده واحده حرام ما تدخل لك بيت استثمر شقة غربتك واشتري شقة لك ولاسرتك شقق تمليك فاخره في ارقى المناطق بمحافظه أبا عمارة المحافظة شارع المحافظة عمارة الرحمن شارع جامع الرحمن للحجز والاستفسار التواصل على الأرقام التالية 770-802-200 أو 770-803-300 الحين يكون صاحب الجوال مقهور طابع على جواله ولداعي علي صح لكن شردته والله كريم ششغله ورده لصاحبه وانا الله كريم شدي لي الله الحين ما عادش يتصل يوم قال راجعك ضميري ونوك ردو الو يا اخي لو سمحت رجع لي الشريحة والبيانات اللي داخله والتلفون شليكه لك خلاص تمام خلاص وينك لوين اجي لك أنا بخط 30 جيالي لخط 30 لا مش تاهرين ما بوش علي أي حاجة قلتي الطب ما طلبه والله لا أكون لي قال أدي لها مشتة أدي لها الهريسة أدي للدجال المشوي أدي لها ما طلبه ما تنفسي على شدي ما تقول حرام لك جلدي أنا أعرفك يلقى حرام ايش دالي شيء الا خذ معك فريق انت اننا قدام المره لي يتهني واحد للمتقبل انت اللي هادره وعيان وش تقول قل له والله لا ادي له ما طلبه لا ادي الدجان لا ادي الهريسه لا ادي الحلاوه ما طلبه وقلت له ما تكون انت على دين تحكم على الواحد هكذا مغيبان خلاص تمام انا هادره ورد لك خبر المهم لا سبرت يبقى لي دلاله انت اللي سبره وعرف دلاله من الرساله هي تاتهم لي دلاله شدي بشتيك
يا أخي أنا بالرصيفك أننا بين الخطين مسنب العرض شجرة وبيدي جنيه. يا أخي هذا صورته كذاب. لا لا إن شاء الله أنه يصدق. وانت اللي حصلك التلفون؟ ايه هذا الجوال، فك الشريحة وشلك البيانات وديك الجوال على ما اتفقنا. الحين لما يرجع لي الجوال حقه وشله ما يصلح شله، ما يعتبر له حرام، وهذه أمانة. أمسك بيض الله وجهك. خلاص خلاص ما عشتوش، هو حقك الله يبارك لك. بيض الله وجهك وهذه مني لك. ما هي والله أن أنا بحاجة أرسل بالأبي أفرحه، لكن رزقي ورزق أبي على الله. حتى هذه والله ما شليها، الله يبارك لك بمالك، بس أشتي منك طلب بس. مو تحتاج انت اللي امره بس. اشتري الجوال اللي معك، اعمل به اتصال، اتصل لابي وارجع ارده لك. شره هالو يا ابا، كيف ارتاك؟ كيف حالك؟ كيف امورك؟ الحمد لله بخير متعافين، ما نسال عنك، كيف حالك؟ وانا والله ان الحمد لله تمام، ما نسال عنك والله، والله انك انا فاقد لك، فاقد للمشاتمة حقك اقسم بالله، ورجعك ادور المشاتمة حقك اين هي؟ يا الله خلاص تمام، مع السلامة مع السلامة ان شاء الله، وانا لما ابصر هذاك اتصل لك. ها اسلام الله يحفظك. يلا الله. هي ما قال مو الخبر بعشس بعشس ما قال حالتك. هي موافقه ايه؟ ها اقول لك مصلح هجرك، وهي سكته وضحكه ما ليه تمام. يقول لك السكوت من علامات الرضا، والضحكه قيم من علامات الفرح، معناته قيم فرح. يا الف مبروك مصلح. الله يبارك لك. خلاص يلا يسكرك اموري، يسف الامور ودي الخبر. وانا رجع اصدر على الابتسامه. والله الحمد لله الحمد لله، هذا والله كله من سعادته. يا ابن عبد الدلي 70,000 اشتري لي سيكل وايباد. ما بوش إلا أبو معك، والله إني أبو معك. إلا أبو معي بس بديش حق مدين. إدالي من حال نصيب أمي. كيف تشتري نصيب أمك وعد أمي عايشة؟ إدالي نصيب أمي من بعد جدي الشيخ قايد الله يرحمه. أيوة سكري لما لقوشتي شارعني، هذا مش خبرك، هذا خبر أمك صح؟ إيه أمي علمتني. وإلا أمو ما تقدر شو عيومي؟ تحبك وتحرق منك؟ وانت ولا عرفك على نفسك، تاكل نصيب جدي وجدتي، تلعب ببرع ودور وسيارة، وهي ما قد اكلش حتارية. امك الا ما كلف ما لش نصيب من الحاجة الكبار ولا البيس، وحق خبرك كان عدل شركرك التوبة. والله اشتركرني، لكن تمام من عيني انا شربي. إنا قلنا مو تشتيبه رجال شيبه هرم حاذق، مو تشتيبه وقروا عنادة وما بنش حتى حاجة أهل، لا أخلاق لا وسامة لا شعر لا أضرس، مو تشتيبه بالله عليك. وحتى لو مات ولا استورثوا حاجة، قد وصي بكل شيء للسكري. لمو وصي حق السكري معتمدة؟ أيوة معتمدة وبو شهود. إذن ما بوش فائدة، هي أصلا تشي تتزوجه علشان ترجع تورثوا السيارة والبيت. هي والله قل لا قاهي بيت أبي حسن لي. والله ما صدقك يا عمده. ألو يا ابن خالتين، داني معك شرب مالتين.
ايوه مالتي تفاح اليوم شكيف وارتاح. اديها 10 حبات لانه مناسب لكل الاوقات. مالا موقع لا مسشين يقلق مشوي هريسة حلاوة محباب موقع معقول الله مصلح العفو منك قاب الطلاق انا ما عاد اشتيك مع معكشين او لمو والله انا ذمك السعين الذي لك الزعم ولا مو قد اتفقنا وما بانقك الا وافق موافق ما عابقي مو الخبر الذي قابلنا علما انك توصيك للسكري بالسياره وبيت قال ما عاد تشتيكش مع شتوراتك بعدك ولا حاجه انا ما دق كل الناس داري من زمان انك توصيك للسكري إيه ما كانش داري انك توصيك له خلاص انا شو لي على السكري لا شو تنازل ليعنا ندوم ثاني هذا كله من المخرج بقت علي المره لكن والله ماشي الا مره منه واللي زوج يحكي على ابوه السلام عليكم باسيس. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وسكرين هينا أنا شدي لك 2000 وأنت تنازل بوصية اللي توصلك لك به حق البيت والسيارة. شو يحسب السيارة بألف والبيت بألف والله انك يا مصلح تضحك على الرجال هؤلاء بكام كم اديلك لك حق مدورقة كم سعروها انا نسدك قيمتها يعني رجع شري حقي ثاني ولا خلعن على مكانها لما تموت انا شو بالزان انا دحين لو اقول لك الا كان كله خطب كلمة له دحين قال ما تتزوجني الا لتنازلك عن الوصية علشان لابد ترجع تورثني إذن فرصتي أنتقم من الزنات حلما ما تجدي نصيب أمي هاي عادل لشد الشراب خلى وصية على ما هو أنا شو زوجك أنا ما أنا وانت على ما جد زوجني شو زوجك على جدتي فتحية مرض الشيخ قايد الله يرحمه من قصدك أم الزنات هو أم الزنات ما لو شو ترضي وشو توافق علي أنا شو سوسلة وقلسة لا قداش الزبر عاد احسن من خالته مو بعد شي هذا علي انت خلي الوصية على ما هي وما دخلكش تلا ولا عينه مش تقول على شرط اطمئن قاك انت حوق بشي كله يلا ولا ما لا صبر ما الشقاية تقاي احسن واحدة ما عبوش احسن مني ان شاء الله انك هي النصيب الو يا يعقوب اصلا لو سمحت تدخل لما فرق قبله ولا قدك المقاضي حقي كنان عند محلات الرجبة للمواد الغذائية يا أخي كل مقاضي حق الزناط بن الشيخ قايد أمس الدوكولو الفاتورة ونسوق مرجوكش عنده هو صاحبي ويعرفني أنا ما تقضي إلا من عنده كل مقاضي حق الزناط وبس